تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من البدانة منذ العام 1980، فحوالي 1.9 مليارات من البالغين وزنهم زائد، 600 مليون من بينهم يعانون من البدانة، أي 13% من هم فوق سن العشرين. ويشير مصطلح البدانة إلى تراكم شاذ ومفرط للدهون في جسم الإنسان، وتقاس البدانة باستخدام مؤشر كتلة الجسم الذي يحتسب بتقسيم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. وبذلك يعاني الشخص من الوزن الزائد إذا بلغ مؤشر كتلة جسمه 25 أو أكثر، في حين يعتبر الشخص بديناً إذا تخطى مؤشر كتلة الجسم 30. والسبب الرئيسي للبدانة يعود إلى اختلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة وتلك التي ينفقها الجسم، وذلك هو أحد نتائج التحول العالمي في النظام الغذائي والنزوع نحو تقليل النشاط البدني. أما الآثار الصحية الشائعة التي تنجم عن الوزن الزائد والبدانة فهي الأمراض القلبية والوعائية وداء السكري والاضطرابات العضلية الهيكلية وبعض أنواع السرطانات. تجدر الإشارة إلى أن كل عام تسجل 2.6 ملايين وفاة كنتيجة للوزن الزائد أو البدانة، مما يجعل هذه الآفة خامس سبب للوفيات في العالم.